الاستبداد شنو ضرره وشنو معناه؟ الاستبداد معناه أن إنساناً واحداً يستبد بالحكم، بالأمر، بالنهي، بالعزل، بالنصب، بالفكر، بالنظر، بالتقديم، بالتأخير، بالتقريب، بالتبعيد، معناه هذا. ما ضرره؟ الاستبداد له أربع مضرات. الضرر الأول للاستبداد إفساد الدين الناس. لماذا؟ لأن الإنسان المستبد يرتفع بنفسه عن مقام الناس إلى مقام الآلهة. ولذا إذا تلاحظون في أحوال هؤلاء الحكام المستبدين يسمون أنفسهم بظل الله. هذا أول مفسدة للاستبداد. فرعون والنمرود وهامان وشداد كانوا من نفس النموذج، رفعوا أنفسهم ورفعوا ورفعوا حتى وصلوا إلى قالوا أنا ربكم الأعلى. المستبد أحيانا يرتفع بنفسه، يعني أنه يقول أنا فوق الناس، ولذا ترون أنه فوق الناس يخضع له خضوعا غير مربوط بالكفاءة. الجهل خضع أمام العالم لكن مربوط بالكفاءة، لكن هذا خضوع غير مربوط بالكفاءة، خضوع من قبيل الخضوع لله. ولذا أول مفاسد الاستبداد مفسدة دين الناس، يصبح إلها صغيرا حتى إذا لم يصرح.